المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، وكان رحمه الله رئيسا وعضوا في العديد من المجالس واللجان، وكان أمينا عاما لمجمع اللغة العربية بدمشق، وترك العديد من المؤلفات الجامعية المتخصصة. توفي رحمه الله في 15 من آب عام 2015. ندعو الأستاذ الدكتور بطرس ميالة ممثل راعي الحفل، والأستاذ الدكتور ماهر قباقيبي رئيس الجامعة العربية الدولية، والدكتور عمر أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية، والدكتور فايز كيوان نائب رئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادية لتكريم الكادر الأكاديمي، وأيضا الأستاذ الدكتور مروان زبيبي نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، والأستاذ الدكتور تامر حجي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية. وليتفضل الأستاذ طارق شهيد نجل الدكتور عبد الله واثق شهيد لاستلام درع الدفعة. الأستاذ الدكتور محمد العمادي. من منا لا يعرف الأستاذ الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد ووزير التخطيط في الفترات الصعبة، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأستاذ الجامعي المتمكن الذي نشر العلم والمعرفة، والاقتصادي المحترف الذي كان رئيساً وعضواً للعديد من المجالس واللجان المتخصصة، صاحب الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير الكثيرة، صاحب المؤلفات والبحوث المتعددة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الدولية. وتكريماً من الجامعة العربية الدولية للأستاذ الدكتور محمد العمادي، تقدم له درع الجامعة، فليتفضل. الأستاذ الدكتور محمد برهان طيارة الأكاديمي والجامعي والاستشاري المعماري المميز والمعروف في مجال التصميم، له فضل كبير في تأهيل الكثيرين من المعماريين الذين مارسوا المهنة باحترافية عالية، وهو المصمم المبدع الذي برع في تقديم مشاريع ودراسات معمارية مميزة، وهو لا يزال على سوية عطائه المعهودة في تأهيل طلبة الهندسة المعمارية في الجامعة العربية الدولية. وتكريماً من الجامعة العربية الدولية
للدكتور برهان طيارة، نقدم له درع الجامعة، فليتفضل. والآن يقدم الأستاذ الدكتور ماهر قباقيبي رئيس الجامعة العربية الدولية درع الدفعة للأستاذ الدكتور بطرس ميالة ممثل راعي الحفل. I'm